بدي أوجه التحية بالرسالة الأولى للشعب الفلسطيني المقاوم وللمقاومة البطلة التي سطرت صباح هذا اليوم وما زالت حتى هذه اللحظات تخوض المعارك مع الكيان الصهيوني، سطرت من خلالها أشرف الصفحات في تاريخ النضال. هذه الجماهير جاءت منذ صباح هذا اليوم لتقول بأنها تصطف في خندق أو مع خندق المقاومة الذي سطر هذا اليوم ملحمة بطولية حقيقية. في الحقيقة الوقف اليوم هنا دعما وإسنادا للمقاومة التي سطرت كل الأمجاد في عملياتها اليوم، كما أننا نستذكر أكتوبر المجيد، ويبدو أن أكتوبر هو شهر الانتصارات في الحقيقة. هذه المعركة المهمة جدا، قطاع غزة المحاصر برا وبحرا وجوا، ينجز معركة غير مسبوقة في تاريخ الثورة العربية الصهيونية، ويذل الاحتلال ويقتحم الحواجز ويحرر المستوطنات. هاي المعركة رسالة للعدو الصهيوني بأنك كيان هش وليس لك مستقبل في هذه البلاد، أن هذا الوطن لا يقبل قسم على اثنين.